استاذه شهند اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك لها في عمر حضرتك يا رب. وانت كمان يا رب المسلمين جميعا. اللهم امين. اللهم امين. اتفضلي. انا ليه حلم صغير جدا بعد اذنك. تحت امرك اتفضلي. الله يخليك. حلمت اني كنت واقفه في مكان وجت حمامه كبيره، يعني مش كبيره قوي، هي متوسطه، لونها ليها نصين، لونها ابيض في اسود، ووقفت على راسي وانا كنت خايفه منها جدا لدرجه وانا نايمه في الحلم دوت قمت رحت مغطيه راسي من كتر الخوف منها. بس اللي انا مستغرباه كله هي كانت فضلت واقفه على راسي فتره كبيره وانا رحت مغطيه راسي ساعتها. بس كده وخلص على كده. اولا استاذه شهند انت محافظه على الصلاه ولا لا؟ اه الحمد لله. طيب اقول لك الاول، خليكي معايا حضرتك، ان انا الحمام ده احنا مش بناكله؟ اكيد. طيب ربنا قال ولحم طير مما يشتهون. ما يشتهون. طيب انا حاجه بشتهيها وحاجه بتمناها هاخدها في طاعه ربنا والله اعلى واعلم، لكن اوصيكي بكثره الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اذا يقضي الله همك، ربنا يزيل همك ويقضي امرك والله اعلى واعلم. يبقى اذا ان بعض الناس بتفسر الطير ده يقول لك اللي بيشوف الطير ده الطير انواع. قبل ما ناخد اي اتصال ممكن ان احنا نشوف الطير. ربنا قال ولحم طير مما يشتهون، وقال وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون، يدل على الملك ايضا. وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير، بدل على الرفعه. ولما اشوف الطير معايا برضه ربنا قال وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. انظر اي الانواع انت. لكن دائما نحن عشان نجني الخير، انا نفسي في الذريه ربنا قال لنا في القران فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، هيديني المال ويديني الذريه ويديني كل حاجه، انه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نفسي في دعوه تستجاب. هنقول لك تستجاب ازاي؟ ربنا بينزل لي في الثلث الاخير من الليل، انا عاوز حاجه، هل من صاحبي شيء فاقضيه؟ اللي انت نفسك دعوه ربنا يقضيها لك، اذنبت ذنب وعايز ربنا يغفره لك، بتتمنى شيء وربنا يحدده، ده كل ليله ربنا نازل لي. مين يكون حريص على كده؟ ركعتين في جوف الليل وربنا نازل لي بجلاله قدره. عاوز المال هيديني، عايز الذريه هيديني، عايز الصحه هيديني، والله اعلى واعلم.